الراجل اللي بيجري في دمه كرات حمراء وبيضة وستات في نفس الوقت بيحبك زي فتحي عبد الوهاب في فيلم سهر الليالي. هتقدري تتجوزي خيانته وتعيشي معاه علشان الاولاد ولا مش هتقدري تسامحيه وهتسيبيه؟ والله هي لو اول مره ممكن احاول اتجاوز الخيانه دي، لكن لا لو هو يعني الموضوع متكرر عنده لا طبعا مش هقدر اعيش بقى، حاجه في دمه بقى مش هيغيرها. يعني الخيانه دي احساس بخذلان وغدر من الشخص اللي قدامك، وده بيحسسك بعدم الامان، فطالما مفيش راحه يبقى الحب مش هيبقى موجود. اكيد مش هتجاوز، بس ممكن فكره يعني لو في ظروف معينه ممكن فكره التاقلم برضو الاسباب، وهيبقى في شروط. ده ما ينفعش الا بقى لو الست عندها قدرات خارقه ان هي تستحمل ده، بس لا ده مش افضل حاجه. ده مش افضل حاجه لانه هي بتبقى طول الوقت حاسه انه هي ستريسد، وانه انا مش اول حاجه في حياته، فده هيبقى ليه افكت بقى وحش على الولاد. فان كانت هي عايشه معاه علشان الولاد، لا هم الولاد اكتر ناس متضررين، لان هم شايفين القدوه اللي هو بابا بيعمل حاجه غلط، وان هو شخص منافق جوه البيت وبيقول حاجات بيعمل عكسها، وانه ماما بتطلع كل غلبها فينا، فكانه كده بيحصل حاجه اسمها ازاحه، ان انا بطلع كل اللي عندي على اطفالي، فالجو كله هيبقى متكهرب. طالما هو الراجل ما قدرنيش وما قدرش عياله وما احترمش بيته، فانا ليه افضل معاه؟ الخيانه ملهاش سبب، يعني اللي هو الراجل بيخون ده بيبقى حاجه مريضه قوي الصراحه. طبعا هسيبه، يعني ما استحملش، يعني فيش ست اصلا تستحمل ده على كرامتها، يعني ان تعيش مع واحد خاين، ويعني اعتقد ان ده هيأثر على تربيه الاولاد وكده، يعني ما اعتقدش ان الولاد هيبقوا شايفين باباهم كده، فيعني اكيد هيطلعوا زيه يعني، فلا طبعا هسيبه. هو مش انسان اللي انا اكمل معاه في الطبيعي، يعني هو انسان مذبذب، انا اكمل مع مذبذب ليه؟ نرجع نقول برضو انهم يقعدوا يتفاهموا على اتفاق انت مقصره انت مقصر، احسن بكتير من انهم يمروا بنزوات عشان يضربوا في بعض. في الاخر التفاهم انهم يقعدوا مع بعض عشان خاطر الولاد، والا ينفصلوا بطريقه محترمه وهاديه عشان خاطر ما يخلقوش ابناء معقدين نفسيا.